فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالنسبة للطاقية إذا سجد فيها الرجل إذا سجد فيها بس. نعم فجائز أو السجود على الطاقية وعلى الغطرة وعلى الثوب الذي أنت لابسه مكروه، لأن هذا شيء متصل بالإنسان المصلي. وقد قال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو على ما يتصل بهم إلا عند الحاجة. يقول: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض. أما إذا لم يكن حاجة فإنه مكروه، وعلى هذا في السجود على طرف الطاقية مكروه، لأنه لا حاجة إليه. فليرفع الإنسان عند السجود طاقيته حتى يتمكن من مباشرة المصلى. أما الشيء المنفصل كأن يسجد الإنسان على سجادة أو على منديل واسع يسع كفيه وجبهته وأنفه، فإن هذا لا بأس به لأنه منفصل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي حصير صغير بحيث يسع كفي المصلي وجبهته. نعم.